ثورة 26 من سبتمبر ذكرى لا تبلى وشعلة لا تنطفئ. على قمم الجبال وفي جبهات النزال وحيثما استقر شأن الدولة أوقدت الشعلة واحتفل بها المؤمنون باليمن جمهورية اتحادية ديمقراطية ومستقلة. في ذكرها 56 لم يفقد اليمنيون عزمهم ولم تخر قواهم في هذا الخضم الهائل من التحديات المحيطة بهم وبثورتهم ودولتهم. هنا أيلول حيث قد انتظينا سلاح الحق كان لنا الخيار أبنت حبالها قطعا حياتي بخلع أو يمينا أو ظهارا إذا وطني تناوله غراب يمزقه ويلحقه اندثارا. في قانية البيضاء وعلى دور منارة نهم المنيفة احتفل المقاتلون بذكرى الثورة اليمنية الخالدة ورسالتهم أننا ماضون في طريقنا نحو صنعاء مهما عظمت التضحيات. وفي مأرب كان الاحتفال كبيرا بما يليق بعظمة هذه المناسبة. أقيم حفل خطابي كبير وأوقدت الشعلة بحضور رسمي وشعبي يتقدمه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء الركن طاهر العقيلي وكبار قادة القوات المسلحة والأمن وعدد من المسؤولين. بهذه المناسبة الغالية ومن محافظة مأرب الأبية ومأرب الثورة وبمناسبة إيقاد الشعلة الثورة اليمنية المباركة سبتمبر التي سكب الشهداء من أبناء الشعب اليمني دماءهم وقودا لهذه الثورة لتظل مضاءة مشتعلة ونور ونار تحرق أعداءنا. وفي تعز تجدد عهد هذه المدينة بالثورة اليمنية الخالدة فكانت ساحة الحرية موعدا ومكانا لإيقاد الشعلة والاحتفال الذي يكتسب نكهة خاصة لدى أبناء هذه المحافظة حيث ينعكس إيمانهم بالثورة والجمهورية في هذا الصمود الأسطوري دفاعا عنهما وعن حاضرتهما تعز. طبعا اليوم خرجنا لإحياء الذكرى 56 لثورة 26 سبتمبر رغم القتل رغم الدمار رغم الحصار اللي تعاني منه تعز إلا أن شعب تعز أقوى وأقوى إن شاء الله. عهد الإمام وما بعد 26 سبتمبر انتقلت اليمن من عهد العبودية والظلم إلى عهد العدل والحرية والكرامة والعلم والأمل. في احتفالات إيقاد الشعلة على امتداد الوطن صدح النشيد الوطني بلحنه وكلماته اللذين نسجا من روحي فنان اليمن الكبير أيوب طارش وشاعرها الفذ عبد الله عبد الوهاب نعمان فألهب المشاعر وتجدد معه العهد بالوفاء للثورة التي حررت اليمن من أعتى نظام كهنوتي غاشم تبرهن امتداداته الجاثمة في صنعاء على بشاعته وإرثه المثقل بالمآسي والنكبات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المرة خلت المناسبة من الكلمة الرئاسية المعتادة وبقيت عدن على حالها للمرة الثالثة على التوالي دون احتفال بأهم المناسبات الوطنية. ثمة قوى داخلية وخارجية تحاول بإصرار أن تجرد هذه المدينة من عمقها التاريخي ومن دورها الوطني الملهم لحركة التحرر الوطني في اليمن. فيما تجددت في صنعاء المشاهد الهزلية ذاتها المتكررة منذ 3 أعوام حيث يتم الاحتفال بالمناسبة ونقيضها معا في تعسف لا يحتمل للتاريخ واستفزاز لمشاعر سكان المدينة الذين تعصف بهم الظروف الاقتصادية الصعبة والبؤس المعيشي الذي لم يسبق له مثيل. ستذهب التحديات العرضية على عمقها وخطورتها وتبقى الثورة متجددة في روح اليمنيين على قدر ما يحدثه هذا النشيد الخالد من نشوة الانتماء إلى الجمهورية اليمنية.